أهلا بيكم في محاضرتنا النهاردة. هنتكلم عن What is Project Management. اتكلمنا قبل كده عن Who is the Project Manager. دلوقتي عايزين نعرف هي ايه بقى المانجمنت، هو ايه اللي بيعمله سيادة البروجكت مانجر اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا بسرعة، هي ممكن نعرف البروجكت مانجمنت على ان هي انك تتأكد ان المشروع اتعمل كما يجب واتعمل في الحدود وبالمتطلبات المطلوبة. لكن انا بقف كمان عند النقطة اللي هي انك تتأكد ان اللايف سايكل بتاعة المشروع تمت. واللايف سايكل بتاعة المشروع بنتكلم عنها، بنتكلم عن خمس حاجات: الانيشيشن، بلاننج، execution، monitoring and control، والclosing. life cycle تاني هي ايه؟ initiation، planning، execution، monitoring and control، closing. دي دورة حياة المشروع، وهنقف عندها شوية في محاضرة جاية ان شاء الله. لكن يبقى البروجكت مانجمنت هي ان انت تقدر تخلص الفيزز دي، تخلص مراحل حياة المشروع دي بشكل ناجح وجيد. طيب اذا كان هو ده البروجكت مانجمنت، يا ترى ايه بقى التفاصيل اللي وراه؟ علشان نقدر نعمل بروجكت مانجمنت صح، يبقى محتاجين نعمل شوية حاجات تانية تصاحب موضوع البروجكت مانجمنت ده. اول حاجة نحتاج نعملها عشان نعمل بروجكت مانجمنت كويس هو ان احنا نعمل بلاننج كويس. طبعا هنا انا في اللايف سايكل قلت انيشيشن، بلاننج. انا هقف اتكلم عن الانيشيشن شوية بعد كده، لكن عادة ده اغلب شغله جاي من عند العميل. لكن انت كبروجكت مانجر اول شغلك بيبتدي مع الانيشيشن طبعا، لكن الشغل التقيل بقى والكبير اللي بتبقى انت اللي مسؤول عنه لوحدك هو البلاننج. ويمكن انا هنا حطيت لكم صوره بفكركم بحاجه اتكلمنا عنها قبل كده، وهي البيرت تشارت اللي بيبقى فيها العلاقات المنطقيه ما بين التاسكس بتاعه المشروع او العمليات اللي المفروض تتعمل في المشروع. يبقى دي اول حاجه من الحاجات اللي المفروض تتعمل عشان بروجكت مانجمنت يتم. يجي بعديها عمليه السكادجولينج. والسكادجولينج مقصود بيه ان احنا نعرف بقى الحاجات اللي احنا عايزين نعملها دي هتتعمل امتى، وبالتالي احتياجاتها هتكون ايه. السكادجولينج برضو من ضمن الحاجات، او التايم مانجمنت من ضمن الحاجات اللي هنقف ونتكلم عنها شوية، لان ده من الحاجات اللي تهمنا جدا، ويمكن عليها اكتيفيتي حلوة ارجو ان انتوا برضو يعني ان شاء الله تستفيدوا منها كويس. يبقى السكادجولينج انا حاطينه هنا احنا غير البلاننج، لان هو فعلا من الحاجات اللي تستحق ان نتكلم عنها لوحدها. ولازم يبقى عندك قدرة المانجينج. الله، امال احنا بنتكلم عن ايه؟ مانجينج في بروجكت مانجمنت في كورس اسمه بروجكت مانجمنت. طيب نقف للحظات نتكلم يعني ايه مانجينج. لما نيجي نتكلم على المانجينج في اطار البروجكت مانجمنت، يبقى احنا بنقصد حاجة معينة. اكشلي لما تيجي تبص على المراجع المختلفة ممكن تلاقي كذا حاجة مكتوبة على كلمة مانجينج دي. انا الحقيقة بقف عند اتنين وبقول لك هم دول النقطتين الاساسيين اللي تبتدي بيهم، وبعدين ابتدي ايه اتعلم الحاجات التانية. النقطتين دول بيعتمدوا على خد وهات، خد وهات، زي ما بيلعبوا كده في الكورة. بيزيكلي ايه؟ لما اتكلم على المانجينج، managing the people، managing the tasks، managing the work، يبقى المفروض ان انا بوزع مهام واخد فيدباك. بوزع مهام واخد فيدباك. فلما اجي اقول لك اعمل تاسك 1 2 3 واديني فيدباك بكره بالتليفون عملت ايه، خدت بالك؟ اديتك تاسك وقلت لك ترد عليا امتى ازاي. اعمل تاسك ABC والاسبوع الجاي في الميتنج تقول لي ايه اللي حصل امتى وهترد عليا ازاي. اعمل تاسك XYZ وكمان 3 ايام تبعت لي ايميل تقول لي عملت ايه. اوكي،
لما نيجي نتكلم على كلمة مانجمنت في إطار البروجكت مانجمنت، ده الكور اللي بنتكلم عنه في مجال الإدارة. أوكي، الكور بتاع البروجكت مانجمنت أو المانجمنت هيبقى إن أنت بتوزع مهام وبتتابع شغلها. في حاجات تانية طبعا أنا أهملتها دلوقتي، لكن ركز على دول دلوقتي، افتكرهم كويس وخليهم دايما صاحيين في دماغك. يجي بعد كده الحاجات التانية ان شاء الله هتيجي بسهولة بإذن الله. اوكي، نرجع تاني. يبقى بعد المانجينج محتاج تعمل ايه؟ تعمل كوردينيشن، عملية ايه؟ التنسيق في العمل. يعني ايه تنسيق في العمل؟ طيب التنسيق في العمل ده، خلينا كده نتخيل مع بعض ان حضرتك كده البروجكت مانجر ومستر اكس وميس واي، كل واحد منهم اديته تاسكس ينفذها. بعد يومين لقيتهم الاثنين جايين متخانقين مخرشمين بعض وضربين بعض. انا عايز اللودر، لا انا عايز اللودر، انا لو ما خدتش اللودر الشغل بتاعي يتأخر، لو ما خدتش اللودر الشغل بتاعي يتأخر. تعمل ايه؟ مين اللي غلطان فيهم؟ انت اللي غلطان. انت اللي غلطان ليه؟ لان انت كان المفروض وانت بتوزع عليهم الشغل تعمل عملية تنسيق في الشغل ده، ان انت تراجع ان التاسك اللي فلان واخدها والتاسك اللي فلانة واخداها مش هيعملوا كونفليكت مع بعض، اللي هو كان ان ده عايز لودر وده عايز لودر والاثنين عايزين يعملوا الشغلانه في نفس اليوم وانت ما عندكش غير لودر واحد، حصل كونفليكت على طول. اوكي، يبقى دي المقصود بعمليه الكوردينيشن، ان انت تتاكد ان as much as possible عندك الريسورسز المطلوبه للتاسكس اللي انت بتوزعها تكون افيلبل، موجوده متوفره، الناس مش هتتخانق عليها، لا كل واحد هياخد احتياجاته عشان كل واحد يقدر يعمل شغله ويرجع لك يقول لك انا خلصت شغلي في الوقت المظبوط، وما يتحججش بان انت بقى ايه اللي ما حطيتلوش الموارد المطلوبه كفايه. اوكي، طيب بعد ما عملت الكوردينيشن وعملت كل ما في وسعك وتعبت وطلع عينك ووزعت المهام، برضو هيجي لك يتخانقوا على الريسورسز. ليه؟ لان مفيش بيرفكت بلان. اوكي، مفيش بلان هتتنفذ زي ما اتعمل، زي ما هنتكلم بعد شويه على البلاننج ان شاء الله. بما ان مفيش بيرفكت بلان وانت عملت كل ما في وسعك ان ما يحصلش كونفليكت وحصل كونفليكت، يجي هنا قرار بسيط جدا، بتراجع تشوف مين فيهم تكلفه العطله بتاعته اقل. تكلفة العطلة من ناحية الزمن، تكلفة العطلة من ناحية المجهود، تكلفة العطلة من ناحية الفلوس دايركت اللي بتدفع، تكلفة العطلة بشكل عام. يبقى هدفك في الحالة دي ان انت تفك الاشتباك، تخلص عملية الكونفليكت اللي حصلت، الكونفليكت في انترست اللي حصلت دي تخلصها بأقل تكلفة ممكنة على المشروع. في الاخر تكلفة المشروع دي امانة في رقبتك، مش كده؟ صاحب المال انت بتعمله المشروع بتاعه، واذا ما كنت واذا كنت انت صاحب المال يبقى برضو اللي انت عاوزه هو ان انت تقلل التكاليف عن روحك بقدر الامكان. المهم، فهتدي اللودر لمين؟ هتدي اللودر للي تكلفة عطلته اعلى من التاني. اوكي، ممكن بحسابات اقل، عادة بنبص على اول حاجة بنبص عليها مين اللي هيعطل لنا المشروع. اوكي، لكن اكشلي لو قعدت شويه ممكن تحسبها برضو بالفلوس وتشوف مين ايه اللي هيكلف المشروع اقل لما يتعطل. طيب انا طولت عليكم في الفيديو ده، فاضل لنا حاجه واحده بس هقف عندها شويه، فعشان كده هحطها في فيديو تاني. اوكي، فكفايه عليكم في الفيديو ده، ونرجع مع بعض في الفيديو الجاي ان شاء الله عشان نتكلم على بقيه الحاجات اللي عايزين نقولها بخصوص يعني ايه بروجكت مانجمنت. أشوفكم على خير إن شاء الله.